اعوام 2000 2001 2002 2001 فاز باللقب الفاينل على النجم الرياضي الساحل التونسي. يبدا الان اللقاء يلعب الفريق الكناري الجزائري في المرمى الحارس وسام بن بوت بن شريفه آية عبد السلام بدر الدين السوياد واحمد محمد كروم والصميدان بن سايح مالك رايح عزيز بن عبدي ويوبا اوقاسي في خط الهجوم زكريا بولحية ومحمد بن شعيره. يقود الجهاز كالمدرب الفرنسي دونيس لافاين بين ملعب النادي الرياضي السفاكسي في المرمى قعلول رباع الدفاع عزمي غومه حسام تكدوك احمد عمار محمد بن علي والصميدان كريس كواكو شادي الهمامي كينغسلي سكري وفي الهجوم فراس شوات ايمن الحارسي ومحمد صولا. مباراه يقود الحكم المصري محمود البنا. كره عند صولا صولا يمرر والتغطيه موجوده بينما حكم المباراه يحتسب خطا. الكره ترجع لشبيبه القبائل الجزائري شبيبة القبائل فريق اللي كان عندهم جيل ذهبي ثمانينات القرن الماضي. فريق الجزائر الوحيد اللي فاز بجميع الجوائز الأفريقية يلاقي النادي الرياضي السفاكسي. السفاكسي الفريق اللي واجه شبيبة القبائل 2006 في إطار دور المجموعتين لمسابقة الشامبيونز ليج. اسفاكس انتصر بهابا ويابا 1-0 هدف حمزه يونس في الجزائر و 2-0 في اسفاكس. النادي الرياضي اسفاكس هذا الموسم لم يعرف الاستقرار على المستوى الفني. بدايه الموسم مع ابو جلبان بعد الاستعانه بالاسباني خوسيه مورسيا والان العوده لاستعانه بحمادي الدو اللي يعرف جيدا النادي الرياضي اسفاكسي. فريق عرف تراجع مستوى النتائج يحتل المركز الخامس في الدوري التونسي برصيد 39 نقطة. آخر لقاء واجه الجياسكا فريق الشبيبة التونسي شبيبة القيروان الفريق العريق اللي سيودع دور النخبة يحتل المركز الأخير. شبيبة القيروان خميس العبيدي منصف وادع بطولة الدوري التونسي 77 هو مدرسة كبيرة خارجة العديد من اللاعبين. كرة من جديد عند أسامة بن بنبوت شبيبة القبائل الفريق الجزائري موسم ماضي واجه فريق تونسي هو الترجي في إطار دوري المجموعات تشامبيونز ليج خسر في رادس 1-0 وانتصر في الإياب 1-0 ولكن لم يتمكن من الذهاب للدور ربع النهائي. كرة ترجع من بن شريفة تنقل في وسط ميدان نقلات جزائريه. فريق الجهاز يحاول ان يتخلص من خسارته في اللقاء الاخير بالدوري امام ولديه وهنان 1-0. كوره وسط ميدان ينطلق بن شعيره بن شعيره يمرر تغطيه موجوده من غومه ترجع المحاوله من جديد من الدفاع التونسي المساعد يرفع الرايه وركله حره غير مباشره للنادي الرياضي السفاقسي. النادي الرياضي السفاقسي فريق التونسي حل في المركز الثاني ضمن فرق المجموعة الرابعة اللي تصدرها فريق ديانا في الفريق السنغالي. كان معه أيضا مواطنة نجم الرياضي الساحل التونسي ومعهم ساليتاس البوركينابي. فيما الجيسكا تصدر فرق المجموعة الثالثة كان معه كوتون جاروال كابيروني بيركان المغربي وفريق نابسا ستارز الزامبي. كرة لفريق شبيبة القبائل طول عمرها مناطق الفريق التونسي تغطي بالدفاع يبحث عن إمكانية مفاجأة الفريق التونسي. خسارة الفريق أمام وهران كما قال لافاين لن تؤثر في المجموعة. المدرب الفرنسي اعتبر اللاعبين تمكنوا من استرجاع لياقتهم كما ينبغي من الناحية البدنية. قال شاهدت عدة مباريات للنادي الرياضي السفاقسي ودرست المنافس جيدا. المباراة يعتبرها المدرب الفرنسي ستكون مغلقة وستلعب على جزئيات بسيطة. أكد على قوة المنافس. النادي الرياضي السفاقسي منافس قوي ومنظم وقال يذكرني بالفريق البركاني المغربي. لقاء ذهاب مهم ولكن أكيد الحسم في الإياب
يفتقد فريق الجزائر لخدمات اللاعب رزق حمرون لاعب المعاقب، بالإضافة إصابة مدان. مدان سيغيب عن المواجهتين. مدان يذكرني بمارادونا القبائل، حكيم مدان. مدان أيام مراد رحموني، أيام محدي المفتاح، فريق اللي فاز بالأمبير بطل عام 90. كرة تم إيصالها عند أسامة بن بوت حارس مرمى فريق الجيسكا. شبيبة القبائل لم يسبق لهذا الفريق الوصول لنصف نهائي هذه المسابقة، مسابقة الكونفدرالية الأفريقية. الجزائر لم تتوج بأي لقب على مستوى هذه البطولة منذ أن تغير المسمى سنة 2004 بعد دمج الكاف مع كأس الكؤوس، أصبحت الكونفدرالية الأفريقية. ثنائي جزائري لعب الفاينل وفاق الصيف، لعب النهائي وخسر من الفوز، والعلمة يقصي فريق النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي 2015 فريق اللي كان فيه ابراهيم البحري اللاعب المغربي، ماهر الحناشي، طه ياسين الخنيسي، ياسين مرياح، علي معلول. خطأ لصالح الفريق الجزائري، كرة ترجع للوراء عند أحمد آية عبد السلام. أحمد آية عبد السلام ينطلق بالكرة، ترسل مناطق الفريق التونسي السالة، أو الكرة بعيدة بعيدة لمرمى الحارس قعلول، ضربة مرمى لصالح الفريق التونسي. جيسكا الفريق الكناري كما ذكرت، ثلاثة ألقاب على مستوى الكاف، لقبين مستوى الأندية البطلة، وتوج أيضا بكأس الكؤوس الأفريقية. أول فريق حقق لقب السوبر الأفريقي في أبيجان لما انتصر على يونيون دوالا الكاميروني بركلات ترجيح. كرة من جديد تلعب كرة مناطق الفريق التونسي، تتمرك كرة عند أيمن الحارسي. أيمن الحارسي يلعب كرة في مناطق الفريق الجزائري عند بدر الدين السويات، ترجع من الملك، تمرير من بن عبدي، محمد بن شعيرة، أحمد محمد كروم للحارس أسامة بن بوت. جيسكا مدرسة كبيرة في الحراس، سرباح عمارة لهذا العربي، حراس لعبوا مع الجيسكا في ثمانينات القرن الماضي. تبقى الكرة عند شبيبة القبائل، ترجع كرة عند رقم خمسة بدر الدين السويات. بدر الدين السويات ترجع كرة من 13 بن عبدي. الفريق التونسي إلى حد الآن لم يقدم الأداء الهجومي المقنع اللي يمكن من إحداث الفارق. الفريق الجزائري شبيبة القبائل يلعب بارتياح بشكل كبير، كرة عند 13 اللاعب بن عبدي، استلام، ارجع كرة من الشعيرة، بن عبدي لكروم، كروم تصل الكرة عند بن شعيرة، بن شعيرة بالكعب، كرة لامس اللاعب كواكو، رمي التماس لمصلحة الفريق الجزائري. هذا 31 أحمد محمد كروم يرجع كرة للوراء، الدفاع الجزائري يلعب مرتاح، اللاعب بدون حضور جمهور. أصبح الفريق المضيف تقريبا فرص الفريق المضيف متساوية مع الفريق الضيف. كرة تلعب في وسط ميدان كنترول، ولكن استرجاع كرة من محمد بن علي، ترجع المحاولة مرة أخرى لصالح الفريق الجزائري. يلجأ الفريق التونسي الكرة طويلة باستمرار، كل المحاولات تنتهي عند الدفاع الجزائري أو الحارس أسامة بن بوت. يلعب بحذر الفريق التونسي، واضح النادي الرياضي الصفاقسي يخاف من هدف جزائري، هدف يعقد المهمة في لقاء الإياب، لهذا يحاول أن يتجنب قبول هدف. كرة وسط ميدان
تصل الكرة عند رقم 13 بن عبدي. التبرير في الجهة اليسرى عند رقم 17 بن سايح. بن سايح رضا. رضا بن سايح محاسب اثنين. كرة ترجع الوراء. ترجع المحاولة من مرة أخرى. كرة تعود. التمرير ونقل الكرة في مناطق الفريق التونسي والكرة تنتهي خارج الملعب. رامي التماس. عموما يعني لو كانت الأجواء المعتادة في ملعب الكرة الجزائرية التونسية لشفنا كرنفال كبير سواء في ملعب الطيمهيري أو في الجزائر. قعلول والحكم يحتسب خطأ. مباراة اليوم تشهد حضور 2000 مشجع محب من النادي الرياضي السويقسي متواجدين في ملعب الطيب مهيري، ولكن لو كان الملعب ممتلئ بالكامل لشفنا كرنفال في هذا الملعب. دائما الجمهور هو نكهة الكرة، هو اللاعب رقم واحد والتشجيع في دول شمال افريقيا المغرب العربي على الطريقه الاوروبيه. في تونس تأثر بالاجواء الاسبانيه الايطاليه، في الجزائر ايضا الاجواء الكبيره. الجمهور المغاربي يقدم اجمل والوع اللوحات في ليبيا تونس المغرب الجزائر على طريقه الاجواء الاوروبيه. ان شاء الله ترجع الاجواء الجميله في مدرجات الملاعب العربيه. نعرف ان الكورونا اللاعب القادم من الملاعب الصينيه العدو الغامض اللي اربك كره القدم واربك العالم باسره. كنا في الشوط الاول التعادل السلبي مستمر، ولكن وضعيه فريق التونسي تبع فريق شبيبه القبائل امام امكانيه التسجيل. يسعى لنستغل وضعيه المنافس، ولكن نلعب في اخر لحظات الشوط الاول. حارس المرمى قعلول في تنفيذ ضربه المرمى. نلعب في اخر لحظات هذا الشوط. افضليه من حيث الامتلاك لفريق شبيبه القبائل، ولكن لم نشاهد فرص حقيقيه على مرمى الحارس قعلول. في المقابل الفريق التونسي تبقى تسديده شادي الهمامي كان خارج منطقة الجزاء مقابل المرمى. هابرس محاولة أيضا اختراق عزمي غوما في مسورة الصورة ينطلق. ترجع من جديد محاولة فريق الجزائري. أوقاسي ينطلق فريق شبيبة القبائل. أوقاسي تحكم في منطقة الوسط فريق شبيبة القبائل. وسط ميدان النادي الرياضي السويقسي تايه في الشوط أول. كورة من بن شريفة عند 21 مليك رايح. يهب اللاعب الفريق الجزائري مليك لاحمد ايت عبد السلام. استلام 13 بن عبدي. كوره من بن شعيره احمد محمد كروم للحارس اسامه بن بوت. اسامه بن بوت الضغط غايب تماما من جانب الفريق التونسي. الفريق الجزائري يلعب مرتاح. كوره من بن عبدي لاحمد محمد كروم. احمد كروم تلعب كرة في العمق. باكتيا من جانب دكدوك. عزمي يمرر. هذا كريس كواكو. كواكو عزمي يمرر لمحمد صولا. محمد صولا. صولا عند عزمي غوما. عزمي غوما. كرة تصطدم باللاعب كروم. ترجع من ايت عبد السلام. تعود للجيسكا. تصل وسط الميدان عند شادي الامامي. شادي للبكدوك. احمد عمار. شادي الهمامي يرسل كرة في مناطق شبيبة القبائل باتجاه شوات. شوات يتابع شوات وضربة جزاء. ضربة جزاء من كرة ميتة. شوات تابعها. شوات يتحصل على ضربة جزاء بعد تدخل أسامة بن بوت. فراس شوات المهاجم اللي لا يعرف الياس. كرة تابعها يعني كما ذكرت كرة كانت ميتة. تابعها الحارس تسبب في العرقلة. قام بالدفع بن بوت. شوف اللعبة.
دفع كان بيه وسبب مبوك. والمصري الحكم محمود البنا يحتسب ضربة جزاء في آخر لحظات الشوط الأول. الشوط الأول اللي تابع هذا الشوط صعب يتوقع أن يشاهد هدف لواحد من الفريقين، خاصة للنابري هذا الشخصي. ولكن هذه الكرة من كرة واحدة تابعها شوات. شوات كان وراء ضربة جزاء، من سيتقدم للركلة؟ هدف في آخر لحظات الشوط الأول في توقيت هام جدا. هل يسجل الفريق التونسي أسبقية في توقيت مثالي؟ فراس شوات من علامة الجزاء هو اللي كان وراء الركلة وهو من يتقدم لها. فراس شوات في أي زاوية سيختار؟ شوات مهاجم النابر ياد السفاقسي سيتقدم لركلة مهمة جدا. هل سيعطي الأسبقية لفريقه من علامة الجزاء؟ هذا فراس شوات، هل يسجل شوات ويمنح التقدم لفريقه في شوط سلبي قد ينهيه بتقدم بأسبقية أكيد إيجابية لفريق فاخر الجنوب؟ شوات ينظر للشباك، فراس شوات، شوات ضايع، شوات البرة ركلة ضايعة. فراس شوات يعبر ركلة جزاء مهمة للفريق التونسي. كرة شوات بعيدة لمرمى بن بوت، والشوط أول سينتهي بالتعادل السلبي من دون أهداف. ركلة جزاء ممكن تأثر معنويا في الفريق التونسي، كان ممكن يمنح أسبقية في نهاية الشوط الأول. شوات كورة بعيدة افتقدت للتركيز، ضربة مرة في تنفيذ الحارس والسبب مبوط. وصافرت الحكم محمود البنا تعلن انتهاء الشوط الأول في هذا الموعد المغاربي ذهاب ربع النهائي الكونفدرالية الأفريقية. النادي الرياضي السواقسي التونسي شبيبة القبائل الجزائري، الشوط الأول ينتهي بالصفرين. مشاهدينا الكرام لن نعود إن شاء الله مع دقائق الشوط الثاني من هذا اللقاء، أما الآن نعود للزميل أحمد فؤاد فإلى هناك. ترجع الكرة من جديد وليد القربي يلعب كرة في اليمين بعيدة لمحمد بن علي، رمي التماس لصالح فريق شبيبة القبائل الجزائري. هل سنشاهد أهداف في الشوط الثاني؟ الأهداف هي دائما اللي تزين المباريات. جمهور نادي رياض الصفاقس يزين مدرجات الملعب بصور الجماهير بهذه المناسبة. زينت مدرجات المهيري بصور لألفي محب لفريق عاصمة الجنوب في مبادرة من أجل تشجيع اللاعبين وتحفيزهم. طبعا في حملة اسمها كله يخونك إلا جمهورك، الجمهور الوحيد اللي يظل محب ووفي للنادي. دفع كل مشجع للصفاقسي مبلغ قيمته 25 دينار من أجل وضع صورته على مدرجات الملعب. كرة عند الحارس أسامة بن بوت حارس مرمى الفريق الجزائري فريق شبيبة القبائل. بينما كرة لمسها المدافع احمد عمار تم بيسانة عم بقعلول. قعلول حارس مرمى الصفاقسي، ضربة جزاء ضاعت في اخر لحظات الشوط الاول. كان ممكن في فراس شوات يمنح اسبقية هامة جدا للفريق. كرة داخل منطقة الجزاء ولكن تسلل موجود. ركلة حارة المباشرة لصالح الفريق الجزائري. هذه فريق شبيبة القبائل
فريق اللي اخر مره اقصى فريق تونسي 2010 في الدور الثاني المؤهل للتشامبيونز ليج، اقصى النادي الافريقي، تعادل في رادس 1-1 وانتصر في الجزائر 1-0. كره ترجع على 19 عاصمي غوما، تعود لفريق الصفاقسي. شادي الهمامي، شادي الهمامي قبل 15 سنه لعب مع مجموعه من اللاعبين الباريسيين مع عمالقه، وصلوا نهائي تشامبيونز ليج والفريق كان بطل تشامبيونز ليج حتى اللحظه الاخيره امام الاهلي المصري. هذه انطلاقه وليد القروي، وليد القروي يلعب كوره في مناطق الجيسكا، يتحرك الفريق التونسي. ايمن الحارس يحاول مرور، ترجع المحاوله مره اخرى عند شبيبه القبائل، دفاع بشكل ممتاز من بن شريفه، بن شريفه يمرر، استلام من بن شعيره والحكم يحتسب خطا. هذا هو اللاعب رقم السبعه، كره ترجع لصالح شبيبه القبائل، ممثل الكره الجزائريه في اطار هذه البطوله. الفريق التونسي اللي سبق وان استعان بالمدرسه الجزائريه، عز الدين ايد جودي، درب النادي الصفاقسي موسم 2009 2010، ايضا في خمسينيات القرن الماضي مختار عربي من 59 لغايه 61 درب فريق الجنوب. النادي الصفاقسي اللي كما ذكرت 2006 فاز على الجيزكا ذهابا وايابا في اطار دور المجموعتين تشامبيونز ليج، كان في المجموعه ايضا الاهلي المصري والشامبي كوتوكو، الفريق اللي كان فيه عصام المرداسي فاتح الغربي، كان بوجلبان، كان امير الحاج مسعود، عبد الكريم النفطي، هيثم رابط، كان الحارس جواشي، كان معاهم ازامو الغاني وكواسي ليفوري، مدربهم انذاك كان مراد محجوب، كان بطل حتى اللحظة الأخيرة أمام الأهلي المصري. تعادل في القاهرة 1-1 وهدف الأمبير الأخيرة أمام الفريق المصري، هدف بوتريكا، كان هو البطل للفريق التونسي، أفضل مشاركة للصفاقسي على مستوى الشامبيونز ليج. ولكن الجيل الخالب اللي وضع النادي الصفاقسي في خريطة الكرة الأفريقية، جيل 98، نصر البدوي حارس مرمى، رشيد بوعزيز، الترابلسيان، سامي وحاتم، امبنزا الكونغولي، الهداف محمد صالح مفتاح، والفنان اسكندر السويح. هذه المباراة تحضير كان ممتاز لهذه المباراة لهذه الموقع، كرة تلعب بشكل مقوس، قعلول بالقبة، يتدخل قعلول، ترجع مناطق النادي الصفاقسي، يتدخل شادي الهمامي، ترجع المحاولة من جديد عند الفريق الجزائري، تغطية من جانب اللاعب من المدافع بكدوك، يسترجع كورة فريق شبيبة القبائل. هذه تسديدة من بوالي سهلة عند الحارس قعلول، قعلول بلمسة يلعب كورة قعلول، تتغير من شوات والحكم يحتسب خطأ لفراش شوات، الحكم يسمح بإجراء الاستبال. من التدخل كان من عزيز بن عبدي، استبال في هذه اللحظة، أيمن حارسي غادر الملعب، أشرف الحباسي رقم 29، خطأ لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، يبحث عن هدف، 1-0 نتيجة تعطي فرص عديدة من أجل التأهل فريق الإياب. تلعب كرة داخل منطقة جزاء شبيبة القبائل، دفاع شادي الهمامي سدد، والكرة للركنية، ركنية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. مبنى 35 سنة شادي الهمامي، بعد صولات وجولات لعب في الخليج، في الكويت، في الامارات، رجع للنادي الصفاقسي،
كان مع الجيل 2006 الشادي الامامي. ركنية في تنفيذ غوما، غوما في مناطق الفريق الجزائري، متابعة من أشرف الحباسي، ترجع عند محمد بن علي. بن علي، هذه رأسية من أحمد عمار والكرة سهلة عند حارس المرمى الحارس بن بوت. حاولت المرور والحكم احتسب خطأ. نادي الرياضي الصفاقسي في مغامراته الإفريقية كان دائما عنده مهاجمين مميزين يعرف الشبكة، محمد صالح مفتاح، هيثم جمامبية، حمزة يونس، طه ياسين الخنيسي. اليوم واضح في مشكلة على مستوى الهجوم، مشكل في الهجوم، مشكل أيضا في صناعة اللعب. كرة تلعب بن شريفة، ترجع الوراء عند رقم 2 آية عبد السلام. الحكم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة لصالح الفريق التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي فريق تعود أن يتخطى الأدوار المتقدمة، تعود أن يجتاز بنجاح. فريق شبيبة القبائل أول مرة لعب دور المجموعات على مستوى هذه البطولة في سنة 2008، لم يتمكن من تخطي هذا الدور. لعب في مجموعة كان معاه المريخ السوداني، النجم نادي الساحل التونسي، وأشانتي كوتوكو. شبيبة القبائل انتصر على الإتوال في تيزوز 1-0، ولكن في الإياب الإتوال انتصر 2-0. محمد علي نفخة وعمار جمل. كرة تلعب الآن في مناطق الفريق الجزائري باتجاه محمد صالح. رامي التماس في تنفيذ عزمي غما. الإبعاد من جرب الدفاع. هذا بن شعيرة. هشام للفريق الجزائري. بوالي 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 يحاول مرور بوالي والحكم يحتسب خطأ. البنا يحتسب كرة لصالح الفريق الجزائري. دونيس لافاين المدرب الفرنسي اللي درب العديد من الفرق في القارة السمراء، كانت عنده تجربة في تونس مع الإتوال 2013، اللي قال أريد محاربين فوق الملعب ولا مجال للخطأ أمام النادي الرياضي الصفاقسي. هذه كرة للفريق الجزائري. المواجهة الجزائرية التونسية لحد الآن من دون أهداف. يوم الأمس شباب بلوزداد معروف ببلكور بالسابق في ذهاب ربع نهائي تشامبيونز ليج حقق فوز هام على الترجي 2-0 بالجزائر. كرة من جرب اللعب وقاسي، ترجع عند اللاعب بولي. بولي التمرير من بن شريفة. الفريق الجزائري في الهجوم، وليد بن شريفة، وليد بن شريفة يرفع كورة بن شريفة، تدخل موجود من عزمي، مازال يقبل لاعب الفريق التونسي. كورة معابة الوراء، محاولة مرور من أوقاسي يوبا، يتابع محمد الصولة، رمي التماس للجيسكا. بوالي استلام يحاول مرور، فنيات كبيرة عند هذا اللاعب، يلعب كورة عرضية والدفاع مازال مرتبك الفريق التونسي. ترجع لبوالي، تمرير لوقاسي، وقاسي وقاسي بن شريفة، بن شريفة تسديد والمطالبة ضربة جزاء، ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء للجيسكا، الفريق الجزائري يتحصل على ضربة جزاء. كرة لامست محمد بن علي، ثاني ضربة جزاء يحتسبها المصري بلقاء اليوم، الأولى في آخر لحظات الشوط الأول ضيعها الشواط، والثانية للكنار الجزائري. هل يسجلها الجيسكا؟ هدف سيكون هام جدا للفريق الجزائري. أمام الإعادة كرة لامس يد بن علي. بن علي تلقى أندار، شوف الإعادة من جديد. كرة بن شريفة، بن شريفة سدد الكرة لامس بن علي. فرصة للتقدم، والتقدم سيكون ثمين للفريق الجزائري.
هل هي كرة لا سباقية؟ رضا بن سايح في مواجهة قعلول. رضا بن سايح، بن سايح على يسار قعلول، والجياسك يتقدم 1-0. السباقية الجزائرية من علامة الجزاء. رضا يضع كرة داخل الشباك ويمنح فريق التقدم. التقدم خارج الديار هام جدا. كرة حاول ابعادها قعلول ولكن ارسلها بالزاوية البعيدة اللاعب الجزائري. شوف اللعابة ركلة تقدم لها باقتدار رضا بن سايح. بن سايح يعلن عن تقدم الجياسكا. شبيبة القبائل واحد النابر صفاقس لا شيء. السباقية أكيد تصعب المهمة على الفريق التونسي فيما تبقى من عمر هذا اللقاء، وستصعب المهمة أكثر في لقاء الإياب الأسبوع القادم. بن سايح ربا يعلن عن تقدم شبيبة القبائل. كيف سيتعامل الفريق التونسي مع الدقائق القادمة؟ الشيء اللي كان يخاف منه المدرب حماد الدو، كان خايف من هدف يسجل الفريق الجزائري رب حتى من خلال استخلاص الكرة يجد صعوبة بالغة. المواجهة رقم 3 بين الفريقين، هل يحقق الجياسكا والانتصار على الفريق التونسي؟ ترجع كرة من جانب الدفاع والابعاد من احمد كروم، رمي التماس لمصلحة الفريق التونسي. في اصرار كبير من جانب الجياسكا. هذا ترابلسي يسعد الدخول، محمد علي ترابلسي مكان كريس كواكو. يدخل اللاعب رقم 6 لاعب وسط الميدان. كره ترجع من وليد بن شريفه، رمي التماس للفريق الجزائري. بطولة الكونفدرالية الإفريقية اللي في السنوات الأخيرة هذه المسابقة عرفت التألق العربي، الأندية العربية من خلال فوز بركان الزمالك المصري. تونس بخمسة ألقاب بالتساوي مع المغرب، مصر بلقبين. هل سيكون لقب هذه النسخة أيضا عربي؟ تواجد فرق عربية في الدورة بعد النهائي. الرجاء البيضاوي المغربي تعادل 1-1 مع أورلاندو بايرتس. بيراميدز يلاقي إنيامبا النيجيري. وهذه المواجهة المغربية، الصفاقس التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائر. في أيضا مواجهة رابعة في ربع النهائي، كوتونغا أروال كاميروني أمام جراف السنغالي. بينما هذا انطلاقة من جانب اللاعب الجابري. جابري 37 يرجع الكرة لوراء، 13 بن عبدي. جابري لبن عبدي. كرة في مناطق الفريق التونسي. حسام بكدوك، تدخل من بوعلي. بوعلي أمامنا لاعب الشاب الصغير اللي قدم الإضافة في الشوط الثاني بفضل لمساته الفنية. آخر 12 دقيقة وسط ذهول من جانب حماد الدو مدرب النادي الرياضي السويقسي. على هذا الأداء أكيد أداء لا يعجب أي محب وعاشق للنادي الرياضي السويقسي. للأداء ولا النتيجة ترضي عشاق فريق الجنوب. حكم المباراة يحتسب خطأ. مباراة الإياب الأسبوع القادم مركزه ما كانش في المكان المناسب، ولكن ضبط الحالة من خلال الإعادة. كان متقدم خطوة غما. الخطأ لصالح الفريق التونسي. 90 دقيقة اكتملت والتقدم جزائري في ملعب الطيب ميري. 1-0. هدف رضا بن سايح من ضربة جزاء 4 دقائق، قدرهم الحكم كواكد بدل ضايع. كرة تلعب داخل منطقة جزاء الجياسكا. محاولة تونسية خطيرة، الابعاد موجود.
كورة بعدها بن شعينة. محمد الطبال يتابع. محمد الطبال ترجع تونسية عند الحباسي. يستفيد منها وقصي. الكرة تعود جزائرية. نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع. خطأ لصالح فريق الجزائري أمامنا. لحظة تسديد من جانب لاعب إيدو كينغسلي. كان متقدم بخطوة اللاعب عزمي غوما. مساعد الفعرية وهدف للنادي الرياضي الصفاقسي ملغى. محمد صولا معاه اللاعب السويد. محمد صولا يمرر ترفع كورة من بن علي. ضربة مرمى للفريق الجزائري ولكن في صابرة. حكم يحتسب خطأ وركنية. ركنية للصالح. النادي الرياضي الصفاقسي يبحث عن تعادل. آخر لحظات هذا اللقاء. محمد علي منصر محمد علي منصر بالي يلعب كورة مستقبل الثاني. تصدي من حارس المرمى. كورة خطيرة عن بالحارس أسامة بن بوت. نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع. 19 عزمي وغوما. باير أيسر فريق النادي الرياضي الصفاقسي. كورة باتجاه الطبال. تنتهي برمي التماس للفريق التونسي. محمد علي الترابلسي لحارس المرمى. محمد الهادي قعلول يلعب كرة في مناطق شبيبة القبائل. كينغستي والخطأ للفريق الجزائري. وصلنا للدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع. كرة في تنفيذها بدر الدين السويد. يخلي الكرة للحارس أسامة بن بوت. هذا هو محمد صول المحترف الليبي في صفوف فريق النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم غاب الكل. غاب النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيبة مهيري. غوما كورة مناطق الفريق الجزائري. حباسي تابع أقرب وليد بن شريفة. وليد بن شريفة الحباسي لا وجود الخطأ. أشرف الحباسي يلعب كرة في اليمين. محاولة تونسية والتصدر الدفاع. كرة تبقى للفريق التونسي. خسارة الحباسي. ترجع الفريق الجزائري الآن. كرة للجياسكا عند بن شعيرة. التمرير في الجهة اليمنى عند 37 اللاعب جبري. للطبال. محمد الطبال. يحاول مرور. تدخل من جانب دكدوك. ركنية للفريق الجزائري. ركنية للفريق الجزائري. خلاص وصلنا للدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع. يقترب الجيسكا من تحقيق الانتصار في تونس في ملعب الطيبة مهيري. صورة لكامبار مهاجم صفاقسي. يبدو لي كان في نقاش مع الحكم. كان غير راضي على قرار الحكم ان البنا رقم ثلاثة الشيخ يدخل. سبال يبعث الوقت اكيد من جانب الفريق الجزائري. كرة تتحول خارج الملعب والمساعد يقول ركنية من جديد للفريق الجزائري. الفريق الجزائري قدم مباراة كبيرة. مباراة محترمة. استحق من خلالها المكافأة الانتصار في ملعب الطيبة مهيري. الفريق التونسي كان حاضر غايب في لقاء اليوم. كرة داخل منطقة الجزاء. بوعلي مر باتجاه الطبال. تبعد من الدفاع وصافرة البنا تعلن انتهاء هذا اللقاء. انتهاء الديربي المغاربي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بين النادي الرياضي الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري. الفريق الجزائري يعود بصيد ثمين.